بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنشرح الافكت اوف بارا سمباثيك ستيموليشن، ودي هتكون اخر محاضره في النيرفس سيستم. هنشوف يعني ايه الافكت اوف بارا سمباثيك ستيموليشن. احنا خدنا قبل كده الافكت اوف ايه سمباثيك، وخدنا مقارنه ما بين السمباثيك والبارا ايه سمباثيك، كل ده تبع ايه الاوتونوميك نيرفس سيستم. نركز يا جماعه، الجهاز ده صعب وعايز تركيز شويه. النهارده بقى هناخد الافكت اوف بارا سمباثيك ستيموليشن. اللي احنا قلنا البارا سمباثيك بيشتغل ات ايه؟ ات ريست، وقت الراحه، انما السمباثيك ات ستريس، اثناء الايه اللي هو الاستريس اللي هو الانفعال او الخوف او الضغط او هكذا. ماشي، وشرحنا الافكت اوف سمباثيك وفهمناه. السؤال بقى بيجي هنا ايه ام سي كيو، يعني يجي يقول لك ايه في حاله السمباثيك اللي البيوب اللي هو النن بتاع العين بيحصل له ايه ديلاتيشن، انما هنا في البارا سمباثيك بيحصل له ايه كونستريكشن. كونستريكشن دي يعني كونستريكشن حاجه بتقل، تضييق كده، تضييق البيوبل بتاع الايه النن اللي هو الدايره اللي في النص اللي في العين دي، الدايره الصغيره مش الكبيره، هو ده البيوبل ايه النن بتاع العين. بيحصل له ايه زي ما انتم شايفين كده، بيحصل له كونستريكشن يعني تضييق بيقل، لان البارا سمباثيك بيشتغل ايه بيشتغل اتريست اثناء النوم، فمش محتاج ان هو يحصل له ديلاتيشن. خلاص، او يجي في الامتحان دكتور او دكتوره يجي يقول اذكر 5 امثله من تاثيرات السمباثيك او البارا سمباثيك. احنا عارفين ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، اختار بقى الحاجه اللي ايه اللي انت تفتكرها، وطبعا الكلام هيكون صحيح. تاني حاجه كارديو فاسكولار افكت. يعني ايه كارديو فاسكولار افكت؟ تاثيره على القلب والاوعيه الدمويه. بيحصل ايه يا جماعه هنا؟ هو انا محتاج ضخ دم زياده؟ لا طبعا، يبقى هنا بقى ديكريز اول كاردياك ايه بروبارتيز. كل الكاردياك بروبارتيز بيحصل لها ايه ديكريز، بتقل ديكريز الهارت ريت، يعني معدل ضربات القلب بيقل، اند فورس اوف مايوكارديال كونتراكشن. ماشي، ضربات القلب لما اثناء الخوف او الضغط بتزيد عشان تزود ضخ الدم للعضلات الهيكليه اللي هو مثلا ايه اثناء السمباثيك، انما هنا في البارا سمباثيك محتاج بلاد فلو تدفق دم او كده، لا يبقى ديكريز الايه الكاردياك بروبارتيز. وتاني حاجه فازو كونستريكشن اوف كورونري بلاد فيزلز. كورونري بلاد فيزلز دي الاوعيه الدمويه الايه الرئيسيه، بيحصل لها ايه فازو كونستريكشن. دي يا جماعه اللي بتغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي القلب، الاوعيه الكبيره كورونري دي يعني ايه الرئيسيه او الكبيره، بيحصل لها فازو كونستريكشن. انما في السمباثيك كان بيحصل لها ايه ديلاتيشن، يعني كانت بتوسع. هنا بقى مش ده الانسان نايم، هي هيحتاج الاوعيه دي توسع عليه، فبيحصل لها فازو ايه كونستريكشن. بعد كده هناخد الريسبيراتوري افكتس، تاثير الباراسمباثيك على الجهاز الايه التنفسي. بيحصل ايه ديكريز الريسبيراتوري ريت، طبعا معدل التنفس بايه بيقل. تاني حاجه ديكريز ذا دايامتر اوف اير باسج، اللي الاير باسج اللي هي ايه ممرات الهواء يا جماعه، دي اللي هي القصبه الهوائيه اللي هي التراقيه، وبتنقسم الى برونكاي، والبرونكاي الى برونكيولز. كل دول كل الممرات ده ايه القصبه الهوائيه والبرونكاي اللي بيتفرع لكل رئه، دول كلهم بيحصل لهم ايه الديامتر. هم احنا عارفين ان هم ايه عباره عن إيه اشكال اسطوانيه، حلقات اسطوانيه كده من الغضاريف، بيحصل يعني ليها ديامتر، قطر القطر بتاعها بيحصل له ايه ديكريز بيقل. ماشي، وبرونكو كونستريكشن، والعمليه دي اسمها برونكو ايه كونستريكشن. ماشي، بعد كده هناخد الافكت اون ذا دايجستيف سيستم، ايه اللي هيحصل للجهاز الهضمي. طبعا الجهاز الهضمي هنا في الوقت ده او اثناء النوم عادي هيشتغل عادي، هو الانسان ايه بيحصل كونتراكشن اوف ذا وول، انقباض الجدار، اند ريلاكسيشن اوف ذا سفينكترز. هناك السفينكترز البوابات كان بيحصل لها ايه كان بيحصل لها كونتراكشن، كان بيحصل لها قفل البوابات السفينكترز بتاعه المعده، والجي اي تي كله كان بيحصل لها ايه بيحصل لها يا جماعه كونستريكشن يعني قفل. ليه؟ مش وقت، مش وقت حمام ولا وقت، فاهمين ازاي؟ ده وقت واحد ماسك خناقه، هو وقت فالدم كله عايزين يروح للسكلت المصري. هنا بقى اثناء البارا سمباثيك عادي البوابات دي بيحصل لها ايه؟ ريلاكسيشن، بتفتح بتفتح عادي، الانسان يروح الحمام عادي اثناء الليل. This helps digestion، ده بيساعد على الهضم and the absorption of food وامتصاص الطعام. تاني حاجه stimulates
الجي تي سكريشنز، افرازات الايه الجهاز الهضمي بتزيد زي السليفر جلاندز والجاستريك اند البنكرياتيك ايه، كل السليفري جوس والجاستريك جوس والبنكرياتيك جوس كل دي بتفرز عصارات للجهاز الهضمي. الليفر استيميوليت البايل سكريشن، احنا عارفين ان البايل اللي هي الصفرة بتساعد في هضم الايه الدهون، فهتطلع اثناء الايه اثناء الليل اللي هو اثناء عمل الباراسمباثيك. رابع حاجه استيميوليت الديفيكيشن اللي هو التبرز، ماشي، ما هي البوابات هتفتح فيحصل ايه ميكتيوريشن اللي هو التبول، وديفيكيشن اللي هو التبرز، ماشي. بعد كده الافكت اخر حاجه معانا اللي هو الافكت اون ذا يورينري سيستم، تاثيرها على الجهاز الايه البولي، هيحصل برضو كونتراكشن اوف ذا وول اند ريلاكسيشن اوف سفينكترز. السفينكترز دي يا جماعه البوابات، ماشي، بيحصل البوابات اللي هي البوابه بتاعه المثانه اليورينري بلادر بيحصل لها ايه كده يعني، هيحصل ريلاكسيشن للسفينكترز، ماشي، اوف ذا يورينري تراكت. تاني حاجة استيميوليتس الميكتوريشن، ميكتوريشن اللي هو التبول في الباراسمباثيك استيميوليت بيحفز الايه الميكتوريشن اللي هو التبول، ماشي. بعد كده ان شاء الله النهاردة هناخد حاجة اسمها اللي دي تكملة بقى عشان يبقى اخر محاضرة، كنترول اوف اوتونوميك ايه اوف اوتونوميك فانكشنز. يعني ايه كنترول؟ ايه اللي بيتحكم في الاوتونوميك فانكشنز يا جماعه؟ الاوتونوميك فانكشنز اللي هي الايه الوظائف اللي هي اللي تبع الاوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز الايه العصبي اللي هو الاوتونوميك اللي هو اللا ارادي، ماشي. هنقسم الى لوور سنترز يعني مراكز سفلى، وهاير سنترز اللي هي مراكز ايه عليا. الناس اللي هتكتب لوور سنترز اللي هي بريزنت ان سباينال كورد، موجوده في السباينال كورد، والهاير سنترز موجوده ان برين يعني في المخ، اللي هي الهايبوثالاموس والميد برين والمضله وبلينجيتا، ماشي. دول سهلين هنعرفهم كاسماء، في دكاتره بتعتمدهم تجيبهم اسئله وفي دكاتره يعرفهم كمعلومات عامه. بعد كده هناخد الكيميكال ترانسميترز. انا قلت لكم ايه الاكتيفيتي الجهاز العصبي يا جماعه بيشتغل الاوتونوميك، الاوتونوميك اللي هو الذاتي، عايز ايه؟ عايز تو نيرف سيلز او تو نيورونز، تو نيورون سيستم اللي هو الايه الاوتونوميك نيرفس سيستم، انما الثاني اللي هو السوماتيك نيرفس سيستم وان نيورون سيستم، جهاز عصبي بيحتاج وان نيورون خليه عصبيه واحده. طيب انا قلت لكم في الاوتونوميك بنحتاج حاجه اسمها اللي هي اللي هي البري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. البري اللي هي الخليه العصبيه الاولى اللي هي جايه من السنترال نيرفس سيستم، والبوست اللي هي الخليه اللي تتبعها اللي بعدها اسمها بوست جانجليونيك اللي هي الثانيه، وفي في النص حاجه اسمها الجانجليون. طيب انا رسمت لكم السينابز اللي هو المشبك العصبي، وعرفتكم ان ازاي بتنتقل الاكتيفيتي النشاط او الاشاره بتاعه البري الخليه البري جانجليونيك اللي هي الخليه الاولانيه، ماشي، الى البوست جانجليونيك. يعني كل اللي انا عايزاه نقل النشاط العصبي او الومضه العصبيه من الخليه البري الى البوست، ماشي. طيب بتتنقل عن طريق ايه؟ احنا ما خدناش بقى الكيميكال ترانزميترز دي، النهارده هناخدها. يعني ايه كيميكال ترانزميترز؟ اللي هي الناقلات الكيميائيه، زي ده تعريف، هنعرف التعريف بتاعها والانواع بتاعتها بس، مش مطلوب. في دكاتره بيكتفوا بانكم تعرفوا التعريف والانواع كاسم بس، يعني الاسيتايلكولين والنور ادرينالين والادرينالين. في دكاتره يقول لك لا لازم يعرفوا الشرح ده وبيجي في الامتحان، فاعرفوها كلها وكل دكتور زي ما يطلب. زي اس ار كيميكال سبستانسز، هي مواد كيميائيه سكريتد ات بتفرز ات ذا نيرف اندنجز، بتفرز عند نهايات الايه الاعصاب. ليه بقى الفانكشن اهي تو ترانزميت الاكتيفيتي؟ عشان تنقل الاكتيفيتي فروم وان نيورون اللي هي البري جانجليونيك تو انذر ايه تو انذر وان اللي هي الايه البوست جانجليونيك، اور تو او الى الافكتور ايه الافكتور اورجان. قلنا الافكتور اورجان عباره عن زي الهارت زي الجلاندز، ماشي، سبلايد باي ذات ايه نيرف، اور تو افكتور اورجان سبلايد باي ايه ذات نيرف اللي هي متغذيه بهذا الايه العصب. يبقى الكيميكال ترانزميترز تاني ذيز ار كيميكال سبستانسز، مواد كيميائيه سكريتد ات ذا نيرف اندنجز، ماشي، تو ترانزميت الاكتيفيتي فروم وان نيورون تو ايه تو انذر، اور تو الافكتور اورجان سبلايد باي ذات نيرف. التايبز بتاعتها في منها نوعين،
الاسيتايل كولين، اسيتايل كولين اللي هو اي سي اتش، ده الاختصار بتاعه، او النور ادرينالين اند ادرينالين. ماشي، يبقى انواع، في دكاتره بتكتفي بذكر النوع بس، تعرفوا النوع بس، اسيتايل كولين وادرينالين ونور ادرينالين فقط لا غير، انما انا هشرحهم كلهم. طيب الاسيتايل كولين مطلوب اعرف مني ايه؟ ان هو اوريجينيت فروم، بينشا من، وركزوا قوي لانها بتيجي كام سي كيو ترو اور فولس، صح وغلط، او تيجي ك اللي هي شورت نوتس، او تيجي زي ما تيجي، المهم اعرفوها. يبقى الاسيتايل كولين اوريجينيت فروم حاجتين يا جماعه، اروح عامله انا بقى مع نفسي، هي مش مكتوبه كده في المذكره ولا في الكتاب، اروح انا عامله سهمين كده واروح كاتبه هنا اول بري جانجليونيك فايبرز، وهنا بوست جانجليونيك ايه فايبرز. طيب البري جانجليونيك إيه، سمباثيك ولا برا سمباثيك؟ هنا بقى السمباثيك والبرا سمباثيك، كل اول، ماشي، اول بري جانجليونيك السمباثيك والبرا سمباثيك. يجي بقى هو يقول لي الاسيتيل كولين اوريجينيت فروم، بينشا من اول بري جانجليونيك سمباثيك، ويروح اونلي ويحط لي كلمه اونلي، ده صح ولا غلط؟ فولس، غلط، لانها ايه؟ اول بري جانجليونيك سمباثيك اند بارا سمباثيك، ماشي؟ ما قالش اند، هو قال اونلي بس سمباث، او يقول لي البارا سمباثيك اونلي، برضه هتبقى ايه؟ هتبقى فولس، لان هو ايه؟ الاثنين. الثانيه بقى اللي هي البوست جانجليونيك، بوست جانجليونيك. طب البوست جانجليونيك هنا بقى بتيجي وبتيجي بنفس التريك، اول بارا سمباثيك اند فيو سمباثيك، اول بارا سمباثيك اند فيو سمباثيك. يجي بقى السؤال يقول لي الاسيتايل كولين، ماشي، الكيميكال ترانزميتر اسيتايل كولين اوريجينيت فروم بوست جانجليونيك، بوست جانجليونيك اول اول بارا سمباثيك، صح ولا غلط؟ هو يجي بقى الاختيار ده، يجي كاختياري اوريجينيت فروم بوست جانجليونيك، ويجيب لي اختيارات كده، بارا سمباثيك، سمباثيك، سمباثيك وبارا سمباثيك، معرفش ايه معرفش ايه. يبقى انا هختار ايه؟ اللي انا قلت اول، يبقى هي دي الاصح، اول بارا سمباثيك. والفيو هتبقى دي، في هيبقى في دكاتره يا جماعه بيجيبوا السؤال له اجابتين، اجابه صح واجابه اصح، وانا مش مع هذا الكلام الصراحه، بلاش لخبطه في الطلبه، الاجابه تيجي اجابه واضحه صحيحه، ده ممكن لا، ده يجي سؤال ذكاء بقى للطلبه اللي هي عايزه امتياز او عايزه كده. يبقى اللي يجي السؤال اول اول باراسمباثيك دي الاجابه الاصح، ليه؟ لانها اول كل الباراسمباثيك. الاجابه الصح الفيوسمباثيك، بس هي مش لما تيجي مع دي تتلغي، اختار دي اول باراسمباثيك. يبقى البوست جانجليونيك اول باراسمباثيك اند فيوسمباثيك، تفهم تناسق ده. تاني حاجة اللي هو النور أدرينالين أند أدرينالين، النور أدرينالين أوريجينيت فروم، بينشأ من موست أوف بوست جانجليونيك سمباثيك فايبرز، يبقى أوريجينيت فروم موست أوف بوست جانجليونيك سمباثيك فايبرز، سمباثيك بس. بصوا يا جماعة النور أدرينالين ده بيفرز أوريجينيت فروم موست أوف بوست جانجليونيك سمباثيك فايبرز، ماشي؟ والادرينالين بقى، احنا خدنا الادرينالين في الجلاندز الغدد سيكريتد ات ادرينا المضله، بيفرز من الادرينا المضله، ماشي، از هرمون، كهرمون دايركتلي مباشره انتو ايه، انتو بلاد، يبقى بيفرز مباشره دايركتلي انتو ذا بلاد. اللي يسمع الفيديو يعمل اشتراك للقناه، يضغط على كلمه اشتراك ويضغط على زر الجرس، هيلاقي كلمه الكل يضغط عليها، وان شاء الله المره الجايه هنشرح الريسبيراتوري سيستم.